السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه openart.ai هتلاقي فيه نماذج كتيرة جدا من الذكاء الاصطناعي. يعني عندنا نموذج مثلا create from scratch وهنشوفه دلوقتي، ان انت ممكن تيجي هنا وتديله تكست وهو يبدأ يعمل لك صورة. خلينا نقول له مثلا برومت اهو، انا عايز مبنى مثلا، نودي له مواصفات المبنى وفكرة زوايا حديد والحاجات دي كلها. النيجاتيف بتقول له انا عايز كلمات معينة ما تدخلش معايا في البرومت، تمام. امشي امشي هتديله صورة هو يعمل لك صورة تانية منها. كنترول نت هتديله صورة فيها مثلا شكل معين، يعني ممكن تديله شكل مثلا تفاح، هو يبدأ يحاول يخلي الشكل ده ياخد شكل التفاح. اب سكيل يبدأ يكبر لك الصورة ويبدأ ان هو يحسنها لك. دي صور برضو عملناها من خلال البرنامج. هو مثل ان هو كل يوم بيديك نقط مجانية تنزل لك، فدي بتبقى كويسة. فيبدأ يطلع الصور بالشكل دوت، تقدر ان انت تكبرها وتبدأ ان انت تشوف الصور بالتكست، البرومت اللي استخدم، بالسكيل، بالستيبس، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، وتقدر تعمل لها بابلش كمان لو عايز. طيب خلينا نرجع كده نشوف بقية الحاجات. هنلاقي عندنا حاجة اسمها سكتش تو ايمج، يعني لو عندك حاجة مرسومة بخط الايد كده كأنك انت بتفكر كده، يبدأ ان هو يعملها لك رندر ويعمل لك صورة بشكل حلو اوي. خلينا نشوف اهو، بص دي مثلا صور موجودة اهي. خلينا ندور فعلا من عندنا على الكمبيوتر افضل للمصداقية. لقيت مثلا صورة زي كده، هقول له اوبن، هي فيها ديتيلز عن الصور اللي هم حاطينها، ف هقول له كريت. هو حاطط لك بعض الصور، لو انت ما عندكش حاجة مرسومة بخط الايد سكتش، تقدر ان انت تختار من الصور اللي موجودة هنا جاهزة. واو، بص الصورة دي، صورة منهم اهي والصورة التانية اهي. طيب ممكن بقى بدل ما نخرج ونروح، ممكن نقول له كرييتيف كرييشن بالشكل دوت، ويبدأ يقول لك ارفع لي صورة وانا ابدأ ان انا اعدل لك فيها، تبدأ تديله. طيب خلينا مثلا نختار صورة زي كده اهو، وتقدر انت تحدد ايه الحاجات اللي انت عايز تغيرها، ونقول له مثلا عايز صورة بالشكل دوت كرييتيف، يبدأ يعدلك على الصورة بالشكل دوت. وعندنا AI QR كود، بتبدأ تديله اي صورة يبدأ يعملك QR كود من خلال الصورة ديت. QR كود لو عملت له مسح سكان بالبرامج QR يبدأ يدخلك على الموقع او يديك المعلومات المرتبطة بالQR دوت، بس بدل ما كان ابيض واسود لا، هيبقى فيه الوان وفي حاجات شكلها حلو. تكتب بس الـ URL هنا وتختار الشكل اللي انت عايزه، ويبدأ يظهر لك حاجة بالشكل الجميل دوت.